نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. الحدث اللي وقع البارح بجوار مؤسسة العراقي إيسيل ومؤسسة الأوائل والمنال والخروج ديال التلاميذ هو حدث مؤسف جدا ناتج على تهور، حيث أنه السائق اللي كان يعني وقع عليه شنآن مع واحد السيد خمسيني كان في واحد الدراجة هوائية، يعني وقع بيناتهم مشدد في الكلام، ومع الأسف يعني المسائل تطورت حيث أنه ولا فيها التعنيف، وكان واحد مجموعة ديال الشباب يعني كبار بجوار المؤسسة لا علاقة لهم بالمؤسسة أصلا دخلوا في هذه العملية هذه، ويعني كانوا ناويين بغاو يدافعوا يعني على السيد السيد الخمسيني، فإذا به يعني تفاق بالصراع ولا يعني خدا واحد المنحة ديال الصراع بالأيدي، فوقع اللي وقع في السيد طلع لطنوبيلته ودار يعني مشى وجا ودار مارشارير، وكان غادي يقيس واحد المجموعة ديال التلاميذ اللي كان فوق ديال الخروج ديال المؤسسة، وقع واحد النوع ديال الهستيريا جماعية. السيد فاش يعني تخلع وخرج من السيارة ديالو من بعد ما انه صدم الدراجة النارية والسيارات اللي كانوا بجوار المؤسسة، خرج من السيارة ديالو وهرب دخل من الباب ديال الإعدادي ديال المؤسسة ديال العراقي إيسيل لأنه كان مفتوح أنا ذاك فوقيته ديال الخروج، وكانوا متابعين واحد المجموعة ديال الشباب اللي كانوا متواجدين بجوار المؤسسة ولا علاقة لهم بالمؤسسة مرة أخرى، لأنه كان الجميع في حالة هستيريا، والحمد لله يعني العاملين داخل المؤسسة استطاعوا أنهم يحبسوا هذه المسألة هذه أنها تطور الله يحفظ شي حاجة يعني ما هو أفضع، فتمت حماية داك السيد داخل المؤسسة إلى غاية حضور رجال الأمن اللي من بعد اصطحبوه يعني لمركز الأمن من أجل استنطاقه يعني محاولة فهم ما وقع بالضبط. فمع الأسف مثل الأحداث هذه تقع بشكل انفعالي، يعني في عظم الإنسان يكون متسامح، في عظم الإنسان يكون يعني إيجابي في السلوكات دياله، تقدر المسائل تتفاقم يعني بسرعة وتكون عندها عواقب خطيرة، قد الحمد لله على لطف الله البارح كانت المسألة كانت تقدر تكون أفضع، يعني الحمد لله ما تصاب حتى شي حد بشكل كبير ما عدا بعض واحد ثلاثة تلاميذ، بالنسبة لنا حنايا في المؤسسة يعني داكشي كان طفيف جدا، مشاو للمستشفى والحمد لله يعني حالتهم الصحية على ما يرام. تبقى أنه مثل هذه المسائل يعني هي خصنا نكونوا نخافطوا فيها جميعا، صراحة كلنا كمواطنين المغاربة خصنا ننتبهوا لهاد السلوكات ديالنا، كثير ما تنشوفوا مثل هذه الأحداث، حنا مقبلين على شهر رمضان المبارك إن شاء الله عما قريب، وتنعرفوا كاملين أنه في شهر رمضان تيكثروا مثل هذه الأحداث هذو بحال هكا، يعني الناس تيوليو معصبين وتتقدر المسائل تتفاقم، وتولي الإنسان تقدر يعني هذه المسألة تأثر لي على حياته وعلى حياة وليداته، ولهذا يعني من هذا المنبر تندعي الجميع تلامذنا اللي تيتصنتوا ليا ولا اللي تيتصنتوا ربما لهذه المداخله ديالي ولا جميع الناس اللي تيعملوا في حق التربيه انهم ينبهوا يعني الناشئه انها تعمل بما هو يعني الطف واحسن و بالتي هي احسن مع الجميع، وتنتمنى في يعني في جميع انحاء الوطن من طنجة للقرى اننا نهتموا بالقيم الاخلاقيه بالدرجه الاولى، لان التربيه قبل التعليم، التربيه قبل التكوين، وهذه مساله مهمه ننبهوا وليداتنا ونحسوهم ان خصنا كمواطنين نحافظوا على بعضياتنا، لان لا نوسيون دو كونسيتويانتي تتحتم علينا اننا نكون ردي البال لبعضياتنا. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.